عمره 12 سنة معنف في خيبر، محافظة خيبر المدينة المنورة، ومجوع ومسجون له تقريبا سنتين. هذا هو حالتي زي ما انتم شايفين، جوع وضرب على الراس، تخلف محافظة خيبر في تابع للمدينة المنورة. الآن هو في المستشفى، نرجو من المسؤولين يحولون للتأهيل الشامل. أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة تربية العيال، الضرب. المسيح يقول دعوا الأولاد يأتون إلي، مش اضربوهم. في آية بالكتاب المقدس تقول وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ متى 21:16. في ذلك الوقت قال يسوع أحمدك أيها الأهب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذا عن الحكماء والفهماء وعلنته للأطفال. متى 11:25. يا جماعة الخير، اليوم في عندنا مشكلة مهمة جدا في عالمنا العربي والخليجي بشكل خاص والسعودية كمان. هذه مشكلة متعلقة في تربية العيال. من وين جاءنا الضرب؟ من وين كنا احنا نضرب العيال؟ وليش هذه المشكلة مستفحلة عندنا في بلادنا الإسلامية؟ لأن الضرب يخلي البذر مكسور، ضعيف الشخصية ومهزوز. وجب علينا إلقاء الضوء على هذه المشكلة، معرفة أسبابها وطرق علاجها. على الرغم أن عندنا حنا البدو عادة زينة، وهي أن نخلي العيال يجلسون مع الرجاجيل وقت العزايم ويصبون القهوة ويفرشون السفرة، لكن للأسف ظهرت الضرب موجودة. من وين جاءت هذه الظاهرة؟ لكن سأختم بكلمة من الكتاب المقدس، وقدموا إليه الأولاد لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اختاص وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. مرقس 10:13-14. واو، شفت كيف المسيح حل هذه المشكلة؟ يبغاك أنت كأب وأنت كأم تصيروا صغار بالتفكير مثل عيالكم، تتنازل يعني بالتفكير لهم. وإذا صرت تفكر بنفس طريقة تفكير العيال، نفس تفكير طريقة تفكير أطفالك، حتعرف ليش هو غلط هذه الغلطة اللي كنت حتضربوا عليها، وحيكون علاج الأمر بشكل مختلف عما هو الحال الآن. حتتبع أسلوب النصح بدل الضرب، لأنك تعرف أنه ابنك أو بنتك غلط عن غير قصد نتيجة جهل. بنفس الوقت حيمتلئ قلبك بالمحبة والرحمة، وعيالك بيلاحظون هذا الشيء، بتخلص أنت وأهل بيتك كما وعد الكتاب المقدس يسوع المسيح، له كل المجد. جماعة الخير، شاركوني هذه الصلاة ونصلي من أجل عيالنا. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك لك كل المجد يا سيد العظيم. جايك يا رب، جاي لعرش النعمة، عرش المحبة. أنت إله الحب، إله المحبة يا رب. حط في شعبي يا رب أنه نحب عيالنا أكثر وأكثر، ننظر لهم زي ما أنت تنظر لنا. أعطينا يا رب ننزل بالتفكير لعندهم عشان نفهم هم ليش غلطوا، عشان نعرف كيف ننصحهم. أعطينا الحكمة كيف نربي عيالنا يا سيد العظيم. أعطينا يا رب قلبك عشان نحبهم مثل ما أنت تحبهم. بالمسيح يسوع لك كل المجد. آمين.